خوتي خواتاتي في الله، مرحبا بكم في القناه ديالكم مراد مزيرو فلوكس. عرفتي هذه الكلمه هذه ديال السلام عليكم خوتي خواتاتي في الله مرحبا بكم في القناه ديالكم مراد مزيرو فلوكس، هذه الدخله باش كندخل بها. عرفتوا خوتي وشحال انا كنقول فيها؟ راه 4 سنين وانا كنقول هذه الكلمه، من 2017 وانا كنقول هذه الكلمه هذه. والله يا خوتي اقسم لكم بالله بعض المرات كنفطر بالسلام عليكم خوتي، بعض المرات كنهضر مع الوالده السلام عليكم، حيت هذه الكلمه بقات لاصقه فيا 4 سنين وانا كنقولها. سو خوتي بغيت نتناقش معكم، غنوريكم واحد الفيديو دابا غادي تشوفوه، ولكن بغيت نتناقش معكم. علاش بغيت نتناقش معكم وناخذ الاراء ديالكم؟ حيت نتوما وليتوا العائله ديالي. علاش نتوما العائله ديالي؟ انا ماشي هذوك اليوتيوبرز اللي كيبقاو السلام عليكم الفاميليا، واش الفاميليا واش العائله، هذاك الشيء راه كذابين هذوك اليوتيوبرز. نتوما عائلتي دابا بصح، حيت برهنتوا ليا. علاش تشديت في الحبس قبل ما نشد في الحبس؟ الزهره اللي جابتني من ايطاليا انا خوتي ولاحتني في البرازيل وخرجت الزنقه، نتوما اللي عاونتوني باش ما نبقاش في الزنقه وباش كريت وباش صيبت الاوراق. نهار تشديت في الحبس تحكم لي ب 20 عام، ضربوني ب 42 مليون، طلبوا لي اربعه المحامين 42 مليون باش نخرج صراح مؤقت ويدوروا مع القاضي. هذيك 42 مليون نتوما اللي جمعتوها ليا، يعني نتوما العائله بصح. نهار اخوتي تضربت بالموس ووليت كناكل في الزبل، نتوما اللي عاونتوني باش ما نبقاش ناكل في الزبل ومناش في الزنقه. دابا الحمد لله بخير، الحمد لله، يعني نتوما هما العائله ديال بصح. دونك انا هاد القناه ما بقاتش ديالي، هاد القناه ديالكم نتوما، نتوما اللي كتحكموا فيها. بغيت نتشاور معكم اخوتي حيت رمضان على الابواب. انا باغي ندير لكم واحد الفيديوهات بحال هذا النوع اللي غتشوفوه دابا. دابا غتشوفوا هذا الفيديو دابا. بالنسبه لي اخوتي انا كنرتاح في هذا النوع ديال الفيديوهات، هذا النوع ديال الفلوقات انا كنلقى راحتي فيهم، ماشي غير راحتي النفسانيه، كنلقى راحتي حتى في الفلوس، كيجيبوا لي المشاهدات الفلوس. ها انتم غتشوفوا هذا الفيديو دابا، ولكن انا بالنسبه لي كيبان ليا يعني واحد الفيديو قليل، يعني كنقلل الاداب، ما كنحترمش الناس. علاش؟ حيت القناه ديالي كيتفرجوا فيها جميع الفئات العمريه، كيتفرجوا فيا الناس عندهم 60 عام، عندهم 70 عام، كيتفرجوا فيا ازواج، كيتفرجوا فيا عائلات. اين فوا انا كنحط فلوق راه ناس عند كيتفرجوا في التلفازه، كتلقى راجل ومرته وجالسين جوج ولاد ولا ثلاثه ديال الولاد وجالسين في الصاله وكيشاعلين التلفازه سمارت وكيتفرجوا فيا، فهمتي؟ هادشي علاش انا ما كنبغيش نزيكزانكي. علاش؟ حيت عارف الا مشيت تا زيكزانكيت راه كنعرف راه كاين راجل ومرته عندهم 50 عام 60 عام وجالسين حداهم ولادو بنتو، خصوصا ملي كتكون جالسه بنتو. حيت واحد المره صيفطات لي واحد البنت في الانستغرام واحد سكرين شوت، صيفطا لي سكرين شوت جالسه هي وباها وامها وخوتها وفي التلفازه كيتفرجوا فيا. يعني تخيل معايا خويا، انت جالس مع وليداتك ومرتك وشويه كتفرج فيا مراد كيطيط كيقول في الكلام خاسر، فهمتي؟ دونك انا غنستاشر معاكم. اذا كنتو هذا النوع الفيديوهات بغيتوني نبقى نديرو مستقبلا، حيت شحال هادي ما درتو، غادي نديرو، كنلقى راحتي فيه. ما بغيتوش ما غنديروش، غندير واحد النوع اخر، نعس الزنقه طريق الكاليفورنيا، الماكله طياب، اللحم خنزير. انا كنستاشر معاكم باش غادي نعرف. ها انتم شوفوا في لي كومونتير اللي بغى ندير هذا النوع ديال الفيديوهات، ها انتم دابا غتشوفوه، يكتب لي رقم واحد، يكتب رقم واحد، اوكي، يكتب رقم واحد. اللي ما بغانيش ندير بحال هذا النوع ديال الفيديوهات اللي غتشوفوا دابا يكتب رقم جوج، اوكي اوكي. نعاودها، اللي بغاني ندير هذا المحتوى اللي غتشوفوه دابا مع البنات يكتب لي رقم واحد، اللي ما بغاش يكتب رقم جوج. يلاه فرجه ممتعه دابا، كنموت عليكم اخوتي. رمضان مبارك كريم. السلام عليكم. شوف خوتي حنا خرجنا دابا، انا وسلينا خرجنا دابا واحد شويه خوتي. سلينا عارفه، السلام عليكم. السلام عليكم. انا مقبول. السلام عليكم. دمري. دينوغو. دمري.